أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج شهود في زمن الحرية، وضيفنا فيها الأستاذ عبد الرزاق التيناوي من مدينة الزبداني. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرزاق. أهلا وسهلا بكم وإذاعتكم الكريمة. أهلا وسهلا بك أستاذي. في الحلقة الأخيرة كنا قد وصلنا إلى المرحلة التي خرجت فيها قوات النظام من الحواجز التي كانت منتشرة داخل مدينة الزبداني، وانتقلت إلى رؤوس الجبال في المناطق التي تحيط في مدينة الزبداني، وبدأت حصارا طويلا ابتدأ من الشهر الثامن عام 2012 واستمر حتى 2/7/2015، تاريخ الحملة الكبيرة التي انتهت باتفاقية المدن الأربعة في الشهر الرابع من عام 2017 بخروج آخر المدنيين من مدينة الزبداني. أريد أن أتكلم خلال هذه الفترة من الشهر الثامن 2012 حتى الشهر السابع 2015، كيف كانت تجري الأمور في ذلك الوقت؟ يعني أريد أن أعرف كيف كانت تتم الاعتقالات على الحواجز، وكم شخص اعتقل من أهل الزبداني مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. الرحمة للشهداء والحرية للمعتقلين والشفاء لجرحانا والثبات والنصر والتمكين للمجاهدين. آمين. بانتهاء حملة شباط على مدينة الزبداني واستمرار فترة التهدئة إلى بداية الشهر الثامن 2012، عادت الحياة إلى طبيعتها، إلى أن النظام سحب كامل الحواجز من داخل مدينة الزبداني إلى خارج منطقة الزبداني بشكل عام. تمام. بانسحابها بانسحاب الحواجز إلى خارج منطقة الزبداني أصبحت المدينة الأم لمنطقة الزبداني محررة بالكامل. عندها رجعت أهل الزبداني، شكلوا مجلس محلي وشكلوا هيئة إغاثي وشكلوا محكمة وشكلوا نقطة طبية وشكلوا منظومة حرس لرعاية المقيمين في مدينة الزبداني. بعد أن أعلن تحرير المدينة، بعد أن أعلن تحرير واتخاذ مجلس محلي جديد، اتخاذ مجلس محلي. بخروج الحواجز بدأ القصف على الأهالي بشكل مباشر. عندها بدأت الناس تهجر مدينة الزبداني قاطبة، إلى أن ما بقي في مدينة الزبداني بعد أشهر من عملية القصف الممنهج من بداية الشهر الثامن إلى أوائل 2013، إلى تم إخلاء مدينة الزبداني من أهلها إلا الثوار وعوائلهم. بدأ القصف المدفعي على دائر منطقة الزبداني. بدأ القصف بالبراميل المتفجرة، براميل الموت، براميل الرعب، براميل التهجير ببداية 2014 على مدينة الزبداني. بعد سنة كاملة. بعد سنة كاملة. يعني سنة 2013 ما كان في قصف جوي. ما كان في قصف جوي. ببداية 2014 بدأ القصف الجوي على مدينة الزبداني، وبدأ الخوف والرعب والزعر ينتشر في كل مكان من مدينة الزبداني. طيب، خلينا الآن في النقاط الأساسية. إذن البراميل بدأت في بداية عام 2014. قصف جوي بالصواريخ الفراغية ما كان في 2013؟ لا، بال 2013 ما كان في قصف، ما كان في طيران نهائي نهائيا، لكن كان كله عبارة عن مدفعية، هاونات، مدفعي. منطقة الزبداني منطقة جبلية، ومنطقة الزبداني في الوادي، والفوهات المدافع ما في داعي أصلا للطيارة، لأنه الهدف مرئي بالعين المجردة. طيب، إلا أنه بدأت المدفعية ما آتت ثمارها بالنسبة للنظام. السبب انه كان عندنا منظومه حرس متواضعه من شباب تطوعوا لمراقبه الحواجز. كان عندنا ما يقارب 200 نقطه عسكريه تحيط بمدينه الزبداني، فطوعوا بعض الشباب الى مراقبه الحواجز، والله سبحانه وتعالى هداهم الى ابتكار طريقه بدائيه. كيف تحكي لنا، تشرح لنا القصه؟ اشرح لكم. كان في الابنيه العاليه بالطابق الارضي بالابو صالي، تم تزويدهم بشاشات تلفزيون، تم تزويدها بالكهرباء، تم تزويدها بكاميرات تصوير وبكاميرات تقرب المسافة، لحتى بالنسبة للغربي بدأ يراقب بغرفة عمليات من جهة الشرق، والجهة الشرقية بغرفة عمليات من جهة الغربية، وتم مراقبة الحواجز بمدينة الزبداني قاطبة، حتى العسكري أي تحرك بسيط من داخل الحاجز يتم مشاهدته بالعين المجردة من خلال الناظور، ومن ثم على القبضات اللاسلكية كما يزاع استنفار أي حاجز أي تحرك عسكري. لذلك كانت الناس تأخذ احتياطها قبل عملية القصف بحوالي دقيقتين إلى 3 دقائق. لذلك كانت الخسائر البشرية تكاد تكون معدومة من خلال القصف. الأمر اللي أدى بالنظام إلى أنه يستعمل
البراميل المتفجرة على مستوى أكبر من التدمير ومن القتل. طيب فقط حتى أوجز للمشاهدين يفهموا ما الذي قلته، أنه كان في الزبداني غرفة عمليات، هذه الغرفة موجودة داخل القبو، وهذا القبو يتضمن شاشات تلفزيونية موصولة بشبكة موجودة على جبهات الزبداني في الأبنية القريبة من نقاط الرباط للنظام، نقاط النظام وأيضا حواجزه. هذه الكاميرات كانت ترصد كل تحرك لنقاط الجيش إضافة إلى الحواجز، عند محاولة أي محاولة للقصف أو للتقدم أو للاقتحام كان يتم إعلام سكان المدينة عبر شبكة القبضات اللاسلكية، فيتهيأ الأمر وبالتالي كانت الخسائر تقل. تماماً تماماً مثل ما تفضلت أستاذ مصطفى، كان يتم الأمر ليلاً نهاراً، المناوبات بشكل مستمر بغرفة الحرس الغربية وبغرفة الحرس الشرقية، وتم رصد كامل التحركات العسكرية، الأمر الذي وضع النظام بموقف لا يحسد عليه، تكاد تكون الخسائر ما عدا المادية معدومة. يخسف خلال فترة 10 أيام أو 15 يوم من القصف إلى بعض النقاط الحساسة بالمدينة، وثم تخرج الأهالي إلى مباشرة حياة الاعتيادية وكأن شيئا لم يكن، بنطفوا الطرقات من الـ من الـ من الـ من الركام وبيرجعوا بمارسوا حالتهم الطبيعية وكأن شيئا لم يكن. طيب حسب أيضا معلوماتي وحسب ما قرأت، لأنه حتى الطيران لما كان يخرج يخصف مدينة الزبداني كان لديكم أشخاص لديهم خبرة في الطيران، كان يعرف كم يحتاج هذا الطيران ليصل إلى مدينة الزبداني وأين سيخصف؟ كيف كان ذلك؟ هلأ ببداية القصف بالطيران كنا موجودين على رأس عملنا بالمحكمة الشرعية، فببداية قصف الطيران بالبراميل شاغل شيء غريب جاي على البلد ما بنعرف شو، إلا أنه طيارة مروحية كنا نزقف لها ونتغنى بأمجادها، صرنا بدنا نهرب من مصادر نيران من جحيمة. البرميل ينزل هالكي على البلد، للرعب والخوف والزعر كان يستملق قلوب السوار وقلوب الصغير والكبير، إلى أن اعتادت الناس أول برميل 2 10 20 30 40، فبدأت عمليات الرصد لطرق وتحركات الطائرات، فبدأ السوار يعوا ومنظومة الحرس تعي، وخاصة عندنا كان في ضابط رحمه الله الشهيد عبد الكريم علوش، كان ضابط طيران مروحي، كان يعطيهم سر الطيران من خلال صوتة من خلال عملية التفافة، فبدأوا بحفظ كامل طرق الطيران فوق منطقة الزبداني، سواء الطيران بده يجي من جهة الحجر المزنر، بده يجي من جهة المعسكر، بده يجي من جهة الطريق العام، بده يجي من جهة الحي الغربي، كانوا يعلمون بأن الطائرة سوف تقصف بالمكان الفلاني، لذلك كانت الخسائر البشرية تكاد تكون معدومة. 16 شهيد ب 3000 برميل سقطوا على مدينة الزبداني فقط لا غير. 16 شهيد فقط، 3000 برميل نزل على مدينة الزبداني خلال بال 2014-2015 على مدينة الزبداني. يعني الشهيد الذي ذكرته كان لديه إحداثيات مثلاً؟ كان لديه خبرة. أنا عاصرت الشهيد بنفس الشقة اللي كان فيها، والله أعلم من نفس الشقة اللي تم قنصه واستشهاده فيها، كان نطلع نحن وياه على شرفة المنزل وخاصة بالليل، فيعطي إذنه للطائرة اللي طول بالها عد لل 14 بزت البرميل، فعلاً منوصل للعدد 15 اللي يكون نزل البرميل، يعطي أخبار للحرس إنه الطائرة بدها تتجه من مكان الفلاني إلى المكان الفلاني، بدها تزت بوقت معين، بدها تدور، بدها أعطاهم سر عملية الطيران. هو كان طيار 1700 ساعة طيران بالطيران المروحي. طب كيف كان يحدد مكان سقوط البرميل؟ كان يحدد مكان سقوط البرميل، يعني خلال على مسافة 500 متر كان لك البرميل ممكن يكون قريب أو بعيد. أنا كنت قاعد معه بمكان سكنه بمنطقة الحكمة في أحد البراميل، قال لي لا تخاف خليك قاعد على البرندة ولا يهمك، البرميل بيسقط بساحة المحطة يبعد عنا 500 متر فقط. لذلك كانت الخسائر معدومة. كان من فضل الله سبحانه وتعالى وامتناله على منطقة الزبداني بمنظومة الحرس، كان عندنا نقطة طبية موجودة بمدينة الزبداني تعالج الجرحى الناتج إصابتهم سواء من بالأمور المدنية عادية أو بأمور عن طريق القصف، كانت تعالجهم والله يجزيهم كل الخير على المهنة على العمل اللي قاموا فيه، مشكورين
نرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل أعمالهم كلها لوجه الله. طيب خليني أعود لموضوع الاعتقالات في هذه الفترة، كيف كان النظام يعتقل ما تبقى من أهل الزبدان؟ الاعتقالات كانت كم، كان في عندنا حاجة اسمها حاجة حرس البلدان، يبعث دوريات بتوكارات أو بسرافيس مدنية تعتقل عشوائيا الناس أهل الزبدان الموجودين ببلدان وتقودهم مباشرة لمنطقة حرش بلدان، منطقة بعيدة عن بلدان 200 متر ملاصقة لبلدان، وكانت تنهال عليهم بالضرب المبرح حتى الموت. تم اعتقال أكثر من 300 شخص موجودين بالزبداني، موجودين من سكان بلدان فروا من القصف، تم اعتقالهم وتم تصفيتهم وإعدام كاملة. الكلام اللي عم أقول لك عليه من كلام أقربائي الذين نجوا بإعجوبي من عملية اعتقال، كانت تتم على الحاجز أم في الفش؟ كانت ينزلوا عشوائيا على السوق، مين ملأوا من أهل الزبداني من موجود ببلدان يركبوه بالسيارة ومباشرة على الحاجز، الضرب المبرح حتى الموت. يعني يعتقلوه من قبل بلدان، من قبل الحاجز الجيش بالذات في سوق بلدان، من سوق بلدان ومن ضواحي مدينة بلدان، حتى ينزلوا ينزلوا حتى على الأبنية السكنية على عشوائيا يعتقلوا ناس ويأخذوهم ضرب حتى الموت. كانت الحواجز خارج مدينة الزبدان، عندما أهل الزبدان الموجودين ببلودان ببقيم مضايا يريدون الخروج إلى مدينة دمشق، كانت تتم الاعتقالات على الحواجز، سوار وأهاليهم محاصرين ضمن منطقة الزبداني، نهائيا ما في خروج لأنه حتما عملية القتل تواجه خروجهم من مدينة الزبداني. أنت كنت حينها قاضي في المحكمة الشرعية في المحكمة الشرعية باختصاصات المدنية لتيسير أمور الناس بين السوار وبين الأهالي الموجودين داخلها، وكنا نحافظ حتى المجلس المحلي الثوري الحر الموجود بذاك الوقت كان يحافظ على الممتلكات العامة من مالية من محكمة من ديوان المحكمة الشرعية للنظام ومن سجل المدني، حتى السجل المدني كان عم يداوم بشكل يومي ويعطي الناس الأوراق الثبوتية المدنية بدون أي حرج، يدخل ويخرج من مدينة الزبداني بدون أي حرج. السجل المدني الذي يتبع للنظام، يتبع للنظام موظفي السجل المدني، موظفي السجل المدني. أنا كنت على رأس مجموعة من الشباب من دل قاعدين حد موظفي السجل المدني حتى لا ينهال أحد عليهم بأي كلمة تخل بالأدب مع الموظفين، لأنه بالنهاية هم من أولاد المنطقة وعم يخدموا الناس. طيب أستاذ عبد الرزاق سأقف للحظة مع فاصل قصير ثم سنعود لنكمل موضوع عمل المجلس المحلي في تلك الفترة وأيضا الدفاع المدني، ثم سنتكلم عن الهدنة التي وقعها الثوار والمجلس المحلي مع النظام. فاصل قصير ثم نتابع أعزائي المشاهدين. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أستاذ عبد الرزاق، كلمنا عن دور المجلس المحلي والدفاع المدني في هذه الفترة بين 20 يعني بين الشهر الثامن عام 2012 وبين الشهر التاسع عام 2015، تاريخ بدء الحملة العسكرية الأخيرة على مدينة الزبدان. كعهد سبق أهل الزبداني تم تشكيل مجلس محلي مباشرة مصغر من الأهالي، وقاموا بتشكيل محكمة، وقاموا بتشكيل قسم للجنائية، وقاموا بتشكيل قسم الإغاثة والأمور المدنية والخدمات، يعني شرطة جنائية، شرطة جنائية بتتابع أي مشاكل بالنسبة للأهالي، وكم وفي ناس متبرعين من الأهالي تبرعوا بصورة دفاع مدني، تركس صغير وبعض الآلات الصغيرة لإخلاء الجرحى ولإخلاء الطرقات من الردم من أثار الطيران والقذائف المدفعية. يعني كانت تتم عملية رفع الأنقاض وانتشال الجثث أو المصابين بمتطوعين غير محترفين، بمتطوعين غير محترفين. مؤسسة الدفاع المدني السورية الحرة المعروفة الآن، المؤسسة الدفاع المدني السورية الحرة تم تشكيلها ببداية 2015 في الزبداني، لكن الشباب اللي شاركوا فيها كان لهم عهد سابق بعملية إنقاذ الجرحى وبعملية عمليات الدفاع المدني بشكل عام، اللي هم نفسهم الأهالي اللي كانوا يقوموا بهذا الدور، شاركوا بتشكيل منظومة الدفاع المدني. طيب المجلس المحلي قام بتشكيل كمان قلت أنت يعني قسم الجنائية، خلينا نسميه البحث الجنائي، متابعة الجرائم الجنائية، تشكيل محكمة، دائرة خدمات، مكتب إغاثي، كل ذلك كان يقوم فيه مجلس محلي من الشهر الثامن عام 2012 حتى الشهر التاسع من عام 2015.
بالضبط مثل ما تفضلت أستاذ، من خلال من الشهر الثامن 2012 إلى الشهر السابع 2015 كان عم يقوم بها المهام هذه كلها. كيف كان يتم تجديد للمجلس المحلي؟ كانت تتم انتخابات دورية أيضا؟ المجلس المحلي كيف كان يتم التجديد له؟ هو نفس المجلس المحلي بقي ولا تم إعادة انتخابه؟ لا، مباشرة الكوادر اللي أثبتت جدارتها بالتعامل مع الأزمة وأثبتت فعاليتها تطوعا، كان الناس الأهالي يرحبوا فيها إنه هي عندها ثقة، عندها في لهم ثقة فيها وعندها خبرة بعمل المجالس المحلية وعندهم خبرة، وهن أصلا منظومة الأهالي الموجودين ما تبقى من الأهالي الموجودين. يعني يتم انتخابه مرة ثانية؟ كان في دورات لمجلس محلي؟ طبعا كان يتم انتخابهم بشكل بصوره، العوائل الموجوده كانت تنتدب بعض المندوبين الى كعهد سابقهم. كل قديش يتم انتخاب مجلس جديد؟ كان خلال 6 شهور يجددوا المجلس. سانتقل الان الى موضوع الهدنة التي وقعت بين المجلس المحلي كممثل للثوار وبين النظام في هذه الفتره بين الشهر الثامن عام 2012 والشهر السابع عام 2015. تحكي لي عن هذه الهدن ومقتل رئيس البلدية المعين من النظام كوسيط والضابط المتقاعد الذي جاء للتفاوض معكم. بداية أستاذ مصطفى، موضوع الهدن بيختلف عن موضوع المصالحات، بيختلف عن كل المنطوق الأخذ والعطاء مع النظام. لذلك كان المجلس العسكري والمجلس المدني بالنسبة للزبداني يرفض رفضا قطعيا موضوع المصالحات، إلا أن الهدن تحت ضغط إخراج المعتقلين كان يبرر لهم أنه نحن منفوت بدني مع النظام، منخفف عبء على المدنيين ومنطلع المعتقلين من السجون. إلا ضغط شعبي، يعني ضغط شعبي وكل الناس إلى معتقلين، فيما يحاضر 700 معتقل كان موجود زبداني. لذلك كان يحاولوا يفوتوا مع النظام ويقولوا لهم خي شو بدكم تعملوا، شو بدكم تعملوا هدنة؟ بنعمل هدنة. طلعوا لنا المعتقلين تخرب الهدنة. وإذا تم الأخذ والعطاء بخصوص الهدنة مع الجيش يفشل الأمن، مع الأمن يفشل الجيش. لذلك كانت لماذا؟ كانوا بالنسبة لهم بدهم يضربوا عضلات مع النظام أنه نحن هدينا مدينة الزبداني ورجعت الحياة استقرت ورجع التآلف ورجعنا إلى حضن الوطن. لذلك كانت العملية دائما على تناقض فيما بينهم. وكان آخر هدنة شارك فيها الأستاذ الله يرحمه الأستاذ الشهيد ماجد التناوي كانت تكاد تخرج ويصير في عليها نور وترجع البلد إلى ما كانت عليه، إلا أنه تم مقتلهم في حي المحطة. ماجد التناوي كان رئيس بلدية الزبداني المعين من النظام، أرسل النظام مع عقيد متقاعد للتباحث مع المجلس الثوري والمجلس المحلي، وانتهت اللجنة بإيجابيات كتير كتير كانت الأهالي مبسوطة وفرحانة فيها. يعني كان هناك مشروع اتفاق، كان مشروع اتفاق. طلعوا من المجلس المحلي بساحة المحطة واتجهوا إلى أنه يستقلوا سياراتهم ويخرجوا إلى خارج منطقة الزبداني، إلا أنه أيادي الغدر كانت أسبق من ركوبهم بالسيارة فاستشهدوا على إثر الشهيد. تم إطلاق الرصاص عليهم من دخلة تسمى دخلة التموين والأوقاف في مدينة الزبداني، وتم إرداءهم قتيلين في ساحة الزبداني، وتم إسعافهم إلى نقطة طبية للمجلس الثوري والمجلس المحلي في الزبداني. ما استقبلوا، ما قدروا أسعفوهم خارج مدينة الزبداني، أسعفوهم إلى داخل مدينة الزبداني، إلا أنه فارقوا الحياة قبل ما يوصلوا إلى نقطة طبية. والله بذلك الوقت المستفيد الوحيد من الهدنة هن الشعب الزبداني، والعدم المستفيد الوحيد من هالموضوع هذا هو إما الأمن وإما الجيش. لذلك كانت تشير أصابع الاتهام إما للأمن وإما للجيش بهالمجال. هل يمكن أن يكون قد تم قنصهم يعني منه قاتل طبعا النظام، ولا في خلايا نائمة؟ لا، في خلايا نائمة من داخله في المحطة تم إطلاق الرصاص عليهم عيانا وتم ولازوا بالفرار، وما قدرت الناس تقدر تستوعب المنطقة لأنه الوضع مهول، الناس خارجي وتم إطلاق النار الرصاص عليهم بين ما أسعفوا الناس ووصلوا نقطة طبية. كان ولكن نقل عن الضابط الذي كان أيضا مع الأستاذ ماجد التيناوي والذين قتلوا أنه نقل لكم في المجلس المحلي أن هناك تهديد له. كان في نقل، نحن ما حبينا نذكرها، الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالتذكر الكامل. الضابط
أبدى سره بهالموضوع هذا بشكل مقرب إلى بعض الشخصيات بالمجلس المحلي، أنه أنا تلقيت على حاجز من حواجز الزبداني بتهديد من الأمن العسكري أنه إذا بدك تدل مكفي بهالهدنة وتنجزها لحتلاقي مصيرك القتل. وبالفعل ما مضت أيام ثلاثة إلا كانت الهدنة سوف تخرج إلى النور وسوف تعود الزبدان إلى سابق عهدها، إلا أنه وفاته الملمنية قبل أن ينجحوا بما وكلوا به. أستاذ الرزاق، سنتكلم الآن عن الحملة العسكرية الكبيرة التي قام بها النظام بتاريخ 2/7/2015، وهي الحملة الأخيرة على مدينة الزبداني والتي سبقت اتفاقية المدن الأربعة في تاريخ 22/9/2015، والتي يعني أعقبها حملة حصار وتجويع. ما الذي حصل في تاريخ 2/7/2015؟ كيف بدأت الحملة الكبيرة على مدينة الزبداني؟ الحملة العسكرية الكبيرة على مدينة الزبداني لابد أن نعرج بشيء بسيط على المراحل السابقة. ضيق وقت البرنامج ما سمح لنا أن نعلق على هالمجال. سوار الزبداني ما لديهم من الأسلحة بسيطة، فبدأت الإغارة على حواجز النظام بظهر الأضيب، بقلعة التل، بحاجز العقبي، بحاجز الشلاح. أغاروا بالفترة الماضية لتسبق 2015 على كتلة حواجز هائلة، وكانت غنائم كبيرة، كانت غنائم 3 دبابات، كانت غنائم عربية شلكة، كانت غنائم 4 رشاشات ثقيلة عيار 23 مع ذخيرة كاملة. لذلك سبحان الله كان رب العالمين عم يهيئ لهم للشباب إيمانيات كانت عم تدفعهم إلى القيام بأعمال ما بيعرفوا بعدين شو بده يصير، إلا أنه كان عم يهيئ لهم رب العالمين أنه بده يصير في حملة عسكرية، لابد أنه يكونوا معهم سلاح. لذلك قاموا ما قاموا به من غير أن يعلموا أن هناك حملة عسكرية قادمة. لذلك كان في عندهم تجهيزات من خلال إغارتهم على كامل الحواجز، وكانت معجزات أو تكاد تشبه المعجزات كمنطق عسكري. ارتفاع عن سطح البحر 1250 متر عن أرض الزبداني، سهل الزبداني ما يقارب 300 متر، نقطة عسكرية في آخر الجبل ومحاطة بتل عالية، بيطلع للسوار 4-5 شخصيات بيغتنموا الحاجز وبينزلوا. كم نقطة؟ اغتنموا بفترة الزمنية قبل الحملة ما يقارب 4 حواجز، حاجز الشلاح، حاجز العقبي، حاجز قلعة التل، حاجز ظهر الأضيب. ولو كنت تعرف مدينة الزبداني كنت معجزة عسكرية، والكلام اللي عم تحكيه عبد الرزاق غير صح. طيب كم نقطة للنظام كان في حول مدينة الزبداني؟ حول مدينة الزبداني كان في ما يقارب 200 نقطة عسكرية وما يزيد على 200 نقطة عسكرية. طيب. كان في ذلك الوقت الميليشيات الطائفية وحزب الله محاصر المدينة؟ هلا بي 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 بي. قبل الحملة، قبل 2/7/2015 بدأت بوادر الهجوم على مدينة الزبداني من خلال منظومة الحرس. سيارات انطلقت من الحاجز الفلاني في الحاجز الفلاني، 10 سيارات، سيارات انطلقت من الحاجز الفلاني إلى الحاجز الفلاني إلى المناطق. وإذ بالنظام عم يدرس وضع إمكانية، عم يدرس وضع كي استراتيجية عسكرية للدخول إلى مدينة الزبداني من كل المحاور. بدأت تظهر رايات. استاذ عبد الرزاق، انتهى وقت البرنامج، فقط سؤال أخير، هل كان هناك ظهوراً لحزب الله والميليشيات الطائفية حول مدينة الزبداني في ذلك الوقت قبل 2/7/2015؟ بدأت تظهر قبل 2/7/2015 الرايات الصفراء على دائرة منطقة الزبداني بشكل كثيف وبشكل واضح وجلي وبدون أي غبار، بالعين المجردة بتشاهد كل شيء. سنتوقف عند هذا الحد في هذه الحلقة في بداية الحملة العسكرية الكبيرة على مدينة الزبداني بتاريخ 2/7/2015، على أن نكمل الحديث عنها في بداية الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، وإلى لقاء جديد في الأسبوع القادم، نلقاكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.